أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون Summa kalla sayaklamun Alam naj'alil arda mihada Waljibala awtada Wa khulaknakum azwaja Wa ja'alna nawmakum subata Wa ja'alna layla libasa Wa ja'alna أرَمَ وَبَنَيْنَا فوقكم سَبْعَآ شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آلَفَّافًا إِنَّ يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغشاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا هدائك واعنابا وقواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أغتاز إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا شَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ